يدعى الوادي حيث يعيش شعب الهونزا بوادي الخالدين. ويتميز شعب الهونزا بابتسامتهم الدائمة التي لا تفارق وجوههم وبحيويتهم ونشاطهم وقوتهم، لا سيما أنهم يتمتعون بشكل خارجي شاب لدرجة أن الكثير من الناس يشعرون بالصدمة عندما يعلمون سنهم. يتمتع شعب الهونزا بالقامة الطويلة والبشرة الفاتحة، اسمهم يعني أنهم متحدون مثل السهام في جعبة. يعيش هذا الشعب في جبال شمال باكستان، ويبلغ عددهم حوالي 87,000. وضعهم استثنائي لأن متوسط عمرهم يبلغ 100 سنة. والجدير ذكره بأن معظم هذا الشعب يعيش حتى عمر 120 سنة من دون أمراض أو مشاكل صحية، وبعضهم عاش حتى 160 سنة. نادرا ما يمرضون ولا يعرفون الأورام، مظهرهم شاب جدا، إضافة إلى أن نساءهم تنجبن في سن 65 من عمرهن. تشكل هذه الحضارة البرهان والدليل على علاقة النظام الغذائي ونمط الحياة بمدى عمر الفرد. يستحم هذا الشعب في المياه الجليدية حتى وإن كانت درجة الحرارة الخارجية أقل من 0 درجة مئوية. لا يتناولون سوى الأطعمة التي يزرعونها، ويأكلون الفاكهة والخضار النيئة والبذور الزيتية، بالإضافة إلى الكثير من المشمش المجفف ومجموعة متنوعة أخرى كالحنطة السوداء والشعير والبقوليات والقليل من الجبنة والحليب والبيض. يمشون كثيرا ولكنهم يأكلون القليل، وجباتهم مقتصدة وقليلة. تتكون وجبة الإفطار من وعاء من المشمش الطازج أو المغلي مع الحبوب والخبز الهندي. ونحو الساعة 10 صباحا يتناولون نفس النظام الغذائي، مضيفين إليه الخضار الطازجة أو المسلوقة. وما بين الساعة 1 و2 ظهرا لديهم وجبة أخرى من المشمش المجفف الموضوعة في الماء لتلين في فصل الشتاء، أو المشمش الطازج في الصيف. وبين الساعة 5 و8 مساء يكون لديهم وجبة أساسية وضرورية، وتشمل الخبز الهندي والخضار وفاكهة الموسم كالخوخ والدراق والإجاص والتفاح أو المشمش الطازج. يمشون كثيرا بين 25 كيلومترا يوميا ولا يدركون معنى التعب والإرهاق. ونادرا ما يتناولون اللحوم، وذلك ربما 2 مرات في السنة. يضحكون كثيرا، وفرحهم للعيش هو أحد أصولهم أو عاداتهم المفضلة. وقد فسر أحد المتخصصين في شعب الهونزا في كتابه هونزا أن هذا الشعب لا يعرفون المرض، متحدثا عن بعض المعلومات المهمة المتعلقة بنظامهم الأساسي. تقريبا هم نباتيون، يستهلكون كمية كبيرة من الأطعمة النيئة. يتألف معظم نظامهم الغذائي من الخضار والفاكهة، منتجاتهم طبيعية تماما. لا يشربون الكحول أبدا ولا يتناولون السكر. استهلاكهم للملح معتدل جدا. يصومون بانتظام ولفترة ممتدة بين 2 و4 أشهر لا يأكلون شيئا، بل يشربون فقط عصير المشمش المجفف. ويحدث هذا في فترة من السنة حين تكون الثمار غير ناضجة بعد. يجمع الأطباء على أن عاداتهم الغذائية وفترات الصيام تساهم بشكل كبير في امتلاكهم صحة ممتازة وطول العمر. وقد وضع الدكتور ماك كاريسون البريطاني قائمة تضم الأمراض التي لا يصاب بها شعب الهونزا، وهي السرطان وقرحة المعدة والتهاب الزائدة الدودية والقولون، بالإضافة إلى أنهم لا يعانون من حساسية لانطباعات البطن والأعصاب والإرهاق والقلق والبرد. من جهته أكمل الدكتور توب الألماني هذه القائمة مضيفا إليها عدم الشعور بالأمراض التالية:
حالات الصفراوية أو حصى الكلى وأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم والآفات الوعائية والتخلف العقلي وشلل الأطفال والتهاب المفاصل، إضافة إلى السمنة والسكري وقصور الغدة الدرقية. وقد أضاف هذا الطبيب بأنه لم يلتقي يوما بأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في القرى التي زارها، فعادتهم في استهلاك كميات كبيرة من المشمش ربما يساهم بشكل كبير في حمايتهم من الأورام، وذلك لأن حبات المشمش غنية بفيتامين B17 الذي له خصائص مضادة للسرطان، ومن خلال نواتها يصنعون الزيوت ولكن بكميات قليلة لأن بإمكانها أن تشكل خطراً. وامتلاك العائلة للكثير من شجر المشمش يشكل مصدر هيبة لها، ولكن لسوء الحظ تصل اليوم إلى هذه الشعوب أنواع من الغذاء غير الصحي الصناعي، ويظهر نتيجة ذلك تسوس الأسنان ومشاكل في الجهاز الهضمي لم يعرفوها من قبل. يقول هذا الشعب الريفي القوي والرصين بأنهم من سلالة الإسكندر الأكبر وجيشه، وفي وقت الاحتلال بقي بعضهم في قراهم وتزوجوا واستقروا هناك. وعام 1984 ذكرت وسائل الإعلام قصة لا تصدق، وهي وصول هونزا يدعى سعيد موبوتو إلى مطار هيسترو في لندن، وقد تسبب في ذهول عدد كبير من عناصر الخدمات الجمركية، وذلك لأنه قد ذكر على جواز سفره أنه ولد عام 1823، أي يبلغ من العمر 161 عاما ولا يزال على قيد الحياة وهو يبدو شابا. شكرا لكم على المشاهدة، ادعمونا بالاشتراك في القناة للاستمرار.